وفي المساحة القادمة تغطية خاصة ومتابعات. نتابع في هذه المساحة إعلان لجنة الانتخابات بنادي المريخ وفوز الرئيس أيمن مبارك أبو جيبين وقائمته برئاسة وعضوية نادي المريخ لمدة 4 سنوات. ألف مبروك أيمن أبو جيبين، وكمان يعني القائمة أو البورد اللي حيكون في نادي المريخ لمدة 4 سنوات. نتابع في تغطية خاصة ومتابعات. جمهور المريخ العظيم، جمهور الصفا في كل مكان، تحية مباركة طيبة لكم. الشكر كله الشكر لكم في هذا الصباح الباكر من قرة العام الجديد. نتمنى أنه يكون عام سعيد وعام مبارك يلم المريخ وجمهور المريخ وشعب المريخ وإدارة المريخ. كلنا فائزين ومنتصرين في هذه الانتخابات، واحد نبني كيان المريخ نعيد لأمجاده الأولى بإذن الله تعالى. هذه أمنيات العام الجديد، نتمنى أنه نمشي. بنشكر أخواننا في الاتحاد السوداني لكرة القدم، قبلوا معنا لطيلة اليومين بلاء حسنا لحد اليوم الثالث الآن في صبيحة اليوم الثالث، ما زالوا معنا كمراقبين وكعاملين قبل أن يكونوا مراقبين في هذه الجمعية، وتكللت بالنجاح والله بوجودهم وبحضورهم. شكر كل الشكر لأخواننا في الأجهزة الأمنية على رأسها الشرطة القومية، شرطة السودان وشرطة الاحتياط المركزي، وأخواننا في كل القوات النظامية شاركت أيضا أمنيا في تنجاح هذه الجمعية العمومية. الشكر أيضا لأخواننا في النائب العام بتفريغ وكلاء نيابات متفرغين لأعمال هذه الجمعية العمومية، أيضا شكرا الجزيل لهم مبارك. الشكر أيضا للجنة المنظمة ولأخواننا الشاركون من المحامين ومن اللجان الأخرى في مختلف بقاع السودان، والشكر لأخواننا الأستاذين الجليلين الأستاذ مصطفى إدريس زنبار والأستاذ نصر الدين سعد من أخواننا في اللجنة القانونية بنادي الهلال، شاركونا والله في الجمعية المضطرة شاركونا اليوم. نتمنى كل التوفيق والتعاون بين الناديين في تطوير الكرة السودانية بإذن الله تعالى. شكرا لكلكم انتم كصفوة حاضرين حتى صباح اليوم التالي لنعلن مجلس الإدارة لبقود النادي في فترة 4 سنوات القادمة. نبدأ بمقعد الرئيس، عدد الناخبين فيه كان 1041. المركز الأول فيه حصل عليه أيمن مبارك الخضر محمد أبو جيبين بعدد أصوات 758. المركز الثاني الأستاذ حازم مصطفى محمد إبراهيم، عدد الأصوات 251. المركز الثالث مصطفى محمود دفع الله محمد، عدد الأصوات 10. المركز الرابع حافظ محمد آدم أحمد، عدد الأصوات 4. الثالث كانت 14 بطاقة. مقعد النائب الأول للرئيس، عدد الناخبين 140. المركز الأول عثمان اللمين الشيخ مصطفى اللمين 1040. المركز الأول عثمان اللمين الشيخ مصطفى اللمين، عدد الأصوات 671. المركز الثاني محمد سيد أحمد سر الختم الجاكومي، عدد الأصوات 201. المركز الثالث طارق سيد علي المحتصم، عدد الأصوات 136. الثالث من البطاقات 32 بطاقة. المركز المتسابقين له في المركز الثالث اللي هو منصب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، عدد الناخبين فيه كان 1048. المركز الأول فيه كان حسن إدريس بعدد أصوات 720. المركز الثاني محمد موسى الكندا وأحمد، عدد الأصوات 263. المركز الثالث لؤي عوض محمد إبراهيم الحلاوي، عدد الأصوات 33. الثالث من البطاقات في هذا المركز 32 بطاقة. المنصب الرابع هو منصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية، عدد الناخبين فيه 1035. المركز الأول فيه أسامة عبد الجليل فضل محمد، عدد الأصوات 582 صوت. المركز الثاني فيه لمنتصر الزاكي عبد الله زيكو بن حسين، عدد الأصوات 357 صوت. المركز الثالث الجيلي عبد الخير عجبنا آدم، عدد الأصوات 71 صوت. الثالث في هذا المقعد 25 بطاقة.
المركز الخامس اللي هو منصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية، عدد الناخبين فيه 1042 ناخب. المركز الأول فيه المستشار أسامة الماحي جعفر، عدد الأصوات 451 صوت. المركز الثاني عبد المنعم الخير الشنداوي، عدد الأصوات 252 صوت. المركز الثالث علي مصطفى أسد، عدد الأصوات 182 صوت. المركز الرابع صديق علي صالح، عدد الأصوات 118 صوت. الثالث في هذا المركز من البطاقات 39 صوت. 6 مقعد المناشط الثقافية والاجتماعية، عدد الناخبين 1041 ناخب. المركز الأول هيثم أحمد محمد إدريس كابو بعدد أصوات 710 صوت. المركز الثاني محمد الطيب علي كابور بعدد أصوات 245 صوت. المركز الثالث عيسى محمد أحمد السراج، عدد الأصوات 42 صوت. المركز الرابع محمد فرح عبد الكريم أحمد، عدد الأصوات 14 صوت. التالف في هذا المركز 30 بطاقة تالف. 7 مقعد الشباب، عدد الناخبين 10079 ناخب. المركز الأول فيه محمد الفاتح عبد القادر، عدد الأصوات 850 صوت. المركز الثاني جفون آدم محمد جفون، عدد الأصوات 140 صوت. المركز الثالث كامل عبد الله إبراهيم، عدد الأصوات 67 صوت. التالف 22 بطاقة تالفة. المقعد 8 مقعد المرأة، عدد الناخبين فيه 1046. المركز الأول فيه سلمى محمد سيد محجوب، عدد الأصوات 503. المركز الثاني بدرية عبد الحفيظ فضل المولى، عدد الأصوات 352. المركز الثالث عفاف الأمين آدم رزق الله، عدد الأصوات 92. المركز الرابع تهاني حامد الصادق حامد، عدد الأصوات 43. المركز الخامس عاطفة عادل عبد الله عبد الرحمن، عدد الأصوات 27. التالف 29 بطاقة. المركز التاسع مركز الأعضاء، عدد الناخبين فيه 1040 ناخب. المركز الأول فيه الرشيد هاشم سليمان مياسم، عدد الأصوات 611. المركز 2 أيمن الصديق الحسن المقبول، عدد الأصوات 501 صوت. المركز الثالث منير نبيل منير متى، عدد الأصوات 475 صوت. المركز الرابع خالد أحمد علي زروق، عدد الأصوات 450 صوت. المركز الخامس مرتضى الشيخ بوتري، عدد الأصوات 443 صوت. المركز السادس متوكل أحمد علي، عدد الأصوات 387 صوت. المركز السابع نصر الدين عمر الشريفي، عدد الأصوات 358 صوت. بقية المركز لأنه ناسه كتار يا جماعة، أقرب زول كان فيهم اللي هم نفرين محمد مختار النور، عدد الأصوات 337، وجعفر سنادة، عدد الأصوات 324. بقية الأصوات نحن هنكملها، بقية الأصوات ونكملها ونطبعها نسلمها لأخواننا في الاتحاد كلينا مراقبة. دي الناس الفايزين لنا، السبع الأوائل اللي ذكرناهم: الرشيد مياسم، أيمن الصديق المقبول، منير نبيل، خالد أحمد زروق، ومرتضى الشيخ بوتري، متوكل أحمد علي، ونصر الدين الشريف. شاكرين ومقدرين وشاكرين لأخواننا الإعلاميين تكبدوا مشاغل حضور الأمس واليوم يومين على التوالي حتى الآن، قنوات وإذاعات، لكم منا كل الشكر والتقدير من جمهور المريخ.